حاز نبأ عقد خطبة القيصر كاظم الساهر على فتاة تونسية تدعى سارة على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فمنذ أمس لا صوت يعلو على خبر خطبة كاظم الساهر ودخوله القفص الذهبي بعد ما يقرب من 18 عاما من العزوبية. كاظم الساهر أعلن نبأ خطبته خلال حفل غنائي كان يؤديه كما كان قد وعد معجبيه من قبل. بعد ما تزوجت لحد الآن، فإن شاء الله يوم اللي راح أقرر الزواج راح أكيد جميلة. لسه بعد